بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب الفرقة الأولى، اسمحوا لي النهاردة ناخد جزء مفصل شوية في النيوكليس على الجامعات اللي عليها هذا الجزء بالتفصيل، ألا وهو النيوكليار بور كومبلكس أند نيوكليولس، ونشوف مع بعض إزاي ربنا هيهيئ هذه الأجزاء عشان تقدر تقوم بالوظيفة بتاعتها. زي ما خدنا وقلنا ان النيوكليار بورز دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن اخرام او فتحات موجودة في الغشاء اللي بيغطي النيوكليس. وزي ما احنا خدنا ان غشاء النيوكليس او اللي بقول عليه النيوكليار انفلوب ده عبارة عن طبقتين، اوتر وانر، يعني غشاء خارجي وغشاء داخلي. الغشائين دول بيحصل لهم اندماج فين؟ في الجزء اللي موجود فيه النيوكليار بور او الخرم بتاعي. زي ما قلنا برضو ان هذه الاخرام ما بتبقاش uniformly distributed، يعني ايه؟ يعني ما بتبقاش موجودة along الممبرين او الانفلوب بتاع النيوكليس على مسافات متساوية، يعني ادي مثلا واحد ادي واحد بس واحد تاني اهو بعيد وهكذا، ما بيبقوش موجودين على مسافات متساوية. ومش كده وبس، ده كمان عدد البوز دي او الفتحات دي بيختلف على حسب نشاط الخلية. بمعنى ايه؟ ان كل ما تكون الخلية انشط كل ما تكون هذه الفتحات عددها أكبر. ليه؟ عشان إيه؟ لأن هذه الأخرام بتعتبر قنوات بتوصل ما بين النيوكليس والسيتوبلازم. طيب هذه القنوات دي يعني أنا هستفيد منها في إيه بالظبط؟ يعني إيه اللي يخلي عددها تزيد كل ما الخلية نشاطها بيزيد؟ لأن أنا هقول لكم مثلا على سبيل المثال، النيوكليس دي يا شباب بيبقى جواها النيوكليولس اللي احنا زي ما اخدنا وظيفة النيوكليولس ايه؟ ان هي بتبقى مسؤولة عن تصنيع الرايبوزومات. الرايبوزوم ده زي ما احنا اخدنا قبل كده وقلنا ان هو عبارة عن شقين، عبارة عن RNA ماسك فيه بروتين، وقلنا وقتها ان البروتين ده بيتصنع فين؟ ها، بيتصنع في السيتوبلازم وبعدين بيدخل على النيوكليس من خلال هذه الفتحات ويروح بعد كده على ايه؟ على النيوكليولس عشان يمسك في الRNA ويكون الريبوزوم. طب وبعد ما الريبوزوم يتكون ايه اللي حصل؟ بتاخد بعضه ها ويسيب النيوكليس ويروح على ايه؟ من خلال البور على السيتوبلازم. فاذا كل ما تكون الخلية دي نشطة في تكوين البروتين، طول ما أنا هحتاج إيه؟ أخرام أكتر عندي، محتاجة بوابات أكتر عشان يدخل منها البروتين بتاع الرايبوزوم، وعشان الرايبوزوم ده بعد ما يتصنع يخرج إيه؟ من خلال هذه الفتحات. فإذن بنقول إن وظيفة النيوكليار بور إنها عبارة عن قناة بتوفرها اتصال ما بين السيتوبلازم والنيوكليس، قناة تسمح بالحاجة انها تمر من خلالها في اتجاهين، من السيتوبلازم للنيوكليس او من النيوكليس للسيتوبلازم. اتفقنا؟ طيب انا عايز اعرف هو النيوكليار بور ده عبارة عن ايه؟ النيوكليار بور ده يا شباب ما هواش مجرد فتحة وخلاص، لا، النيوكليار بور ده قاعد عليه تركيب بقول عليه النيوكليار بور كومبلكس. ايه النيوكليار بور كومبلكس ده؟ النيوكليار بور كومبلكس ده عبارة عن تركيب ليس له غشاء، ملوش غشاء زي مثلا غشاء بتاع النواة، ده ملوش غشاء. امال عبارة عن ايه؟ عبارة عن جلايكوبروتين، يعني بروتين ماسك فيه كربوهيدرات. هذا التركيب بيكون محوط النيوكليار بور وبيكون راشق في الحافة بتاعة النيوكليار بور، ماسك فيها بالمنظر اللي انت شايفه ده. طيب يا ترى النيوكليار بور كومبلكس ده بيكون من ايه؟ بيكون اولا من 3 حلقات بقول عليهم 3 rings. الثلاث حلقات دول ها بيبقوا مترصصين واحدة فوق التانية، يعني ادي واحدة ادي التانية ادي التالتة. الثلاث حلقات دول بيكونوا من بروتين، بسمي البروتين ده كده في العامة in general بقول عليه نيوكليوبورين. يعني ايه نيوكليو؟ جاية من نيوكليس، وبورين جاية من خرم، يعني ده البروتين اللي هو ايه؟ اللي بيكون لي النيوكليار بور كومبلكس بتاعي. خلينا اقول لك ان انا عندي حلقة منهم بتبقى مواجهة السيتوبلازم، وحلقة منهم بتبقى مواجهة ايه؟ ها النيوكليس من جوه. الحلقة دي اللي مواجهة النيوكليس من جوه بتنتهي بشبكة عاملة كده زي شبكة الباسكت بقول عليها النيوكليار باسكت. طيب تعالوا كده نبتدي مع بعض ونشوف
اول حلقه عندي اللي هي السيتوبلازميك رينج بتبقى موجوده فين وبتتكون من ايه. خلينا اقولك ان السيتوبلازميك رينج دي بتبقى موجوده على الحافه بتاعه النيوكليار بور ناحيه السيتوبلازم وبتتكون من 8 سيميلر بروتين سب يونت. يعني ايه 8 سيميلر بروتين سب يونت؟ يعني بتتكون منها 8 وحدات من البروتين اللي هم كلهم ايه نفس النوع بالظبط. خليني اقول لك برضو ان السيتوبلازميك رينج دي بيطلع منها خيوط بقول عليها سيتوبلازميك فيلامنت. هذه الخيوط بتبقى بارزه في السيتوبلازم وفايدتها انها بتوجه لي الحاجه اللي هي عايزه تدخلها، بتوجهها ناحيه ايه النيوكليار بور بتاعتي. طيب يا ترى ايه الرينج التانية؟ الرينج التانية اللي هي موجودة في النص الميد الرينج دي اللي بقول عليها سبوك رينج. ويعني ايه كلمة سبوك؟ سبوك جاية من معنى اللي هي العجلة بتاعت الدراجة، عارف البايسكل، الدراجة، البسكليتة، تمام؟ العجلة بتاعتها بيكون ليها نفس الشكل بالمنظر ده. فبيقولك ان الميد رينج دي او السبوك رينج لما تيجي تقطعها كده مقطع عرضي وتبص عليها من فوق تمام، فبيظهر شكلها زي منظر ايه؟ ها العجلة بتاعت الدراجة. فعشان كده اتسمت سبوك رينج. طيب هي العجلة دي بتتكون من ايه؟ السبوك دي بتتكون من ايه؟ بتتكون من 8 ترانس ميمبرين بروتين. ادي عدهم اهو 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى إذن بتتكون من 8 بروتين. البروتين ده بيبقى ترانس ميمبرين بروتين. ترانس ميمبرين يعني جاي منين؟ من أنهي ميمبرين؟ إحنا مش قلنا إن النيوكليار بور عندها الأوتر ميمبرين بتاع النيوكليس بيندمج مع الإينر ميمبرين، فإذن الجزء ده عبارة عن إيه؟ اندماج الأوتر مع الإينر، تمام؟ فإذن الجزء ده بيتكون من بروتين زي السيل ميمبرين اللي هو نوعه ايه؟ ترانس ميمبرين بروتين، زي ما احنا خدنا في ايه؟ ها في السيل ميمبرين. فالبروتين اللي بيكون الميدل رينج ده هو عبارة عن الترانس ميمبرين بروتين اللي موجود في هذا الجزء، اللي موجود في هذا الجزء، تمام؟ يبقى اذن هذا البروتين لما اجي ابص عليه هلاقي ايه؟ هلاقي ان جزء منه بيبرز جوه النيوكليار بور، وجزء منه بيبقى بارز في البيري نيوكليار سيستيرني. اللي هي ايه البيري نيوكليار سيستيرني؟ اللي هي الجزء ما بين الاوتر والاينر ميمبرين، التجويف اللي بيبقى ما بين الاوتر والاينر ميمبرين. فاذا لو انا قلت ان هذا البروتين بيبرز في النيوكليار بور جزء منه والجزء التاني بيبرز جوه البيري نيوكليار سيستيرني، يبقى اذا ايه فايده الميدل رينج دي؟ فايدتها اكيد انها هتعمل ايه؟ انها هتمسك لي النيوكليار بور كومبلكس بتركيبه كله، ها فين؟ في الحافه بتاعه النيوكليار بور. اذا تاني طالما البروتين ده بارز من هنا ومن هنا، يبقى فايدته ان هو بيمسك النيوكليار كومبلكس بتاعي كله، ها في ايه؟ في الحافه بتاعه النيوكليار بور. اتفقنا؟ وتالت رينج عندي بقول عليها النيوكليار رينج، اللي هي بتبقى موجودة عند الحافة بتاعة النيوكليار بور، بس فين بقى؟ ها ناحية النيوكليس، ناحية النيوكليوبلازم بتاع النيوكليس اللي احنا سميناه قبل كده ايه؟ النيوكليار ساب او النيوكليار ماتريكس. زي ما هنا في سيتوبلازم هنا في نيوكليوبلازم، فهي بتبقى موجودة عند ايه؟ عند حافة النيوكليار بور ناحية النيوكليوبلازم. وبتتكون برضو زي السيتوبلازميك رينج من 8 برضو بروتين سب يونت، هنا زي هنا بالظبط. بس خلينا اقولك ان النيوكليار رينج دي بيطلع منها مجموعة من الفيلامنت شبه كده، ها شبكة بتاعت الباسكت، فبسميها النيوكليار باسكت، النيوكليار باسكت، واللي بتبرز جوه النيوكليوبلازم، واللي بتنتهي برينج بقول عليها تيرمينال رينج. فبينتج لي منظر بالظبط كده شبه ايه؟ شبه الشبكه بتاع الباسكت. فانا لو جيت يا شباب تخيلت كده معايا منظر النيوكليار بور كومبلكس بيتكون من ايه؟ ادي يا شباب السيتوبلازميك رينج بتاعتي بالسيتوبلازميك فيلامنتس اللي طالعه منها، ادي الميدل رينج بتاعي بايه؟ ها بالسبوك اللي هي ايه؟ قلنا السبوك اللي هي عامله زي
شكل بتاعت العجله بتاعت البايسكل بتاعت ايه البسكليتة بالسبوك رينج اللي هي ايه او السبوك بروتين اللي هو طالع منها. ادي اهو بروتين وادي بروتين وادي بروتين، زي ما قلنا جزء منه بيبرز جوه نيوكليار بور والجزء التاني هيبقى بارز جوه البيري نيوكليار سيسترني. وادي يا شباب الرينج الثالثه اللي هي عباره عن النيوكليار رينج اللي بينزل منها مين النيوكليار باسكت بتاعي واللي بينتهي في النهايه بالجزء اللي بقول عليه التيرمينال رينج. طيب خليك تتخيل ان ادي البروتين اللي هو اللي باللون الازرق ده معدي جوه النيوكليار بور كومبلكس. بصي بيحصل لها ديفورميتي ازاي، بصي بيحصل لها تغيرات في الشكل ازاي، بالظبط كده زي ما تكون جايب كوره باسكت وبترميها في ايه في شبكه الباسكت، مش شبكه الباسكت بتتغير في الشكل بالمنظر ده، ها هو ده بالنص بالظبط كده بالنص اللي بيحصل هنا في النيوكليار بور. دايما بنقول ايه، ها سبحان الله سبحان الله سبحان الله ان كل ده بيحصل جوه الخليه بتاعتنا. يبقى اذا خلينا اقول لك ان النيوكليار بور دي بتسمح بالترانسبورت او نقل الجزيئات من خلالها، بس لو انا عندي الجزيئات اللي هتعدي من خلالها كان حجمها صغير يعني اقل من 9 نانومتر في الديامتر في القطر بتاعها، بتقدر هذه الجزيئات تعدي باسيفلي. يعني ايه باسيفلي؟ يعني من غير احتياج لطاقه، وبتعدي باي دايركشنال. يعني ايه باي دايركشن؟ في الاتجاهين، من السيتوبلازم للنيوكليوس او من النيوكليوس للسيتوبلازم، تبعا لايه؟ للكونسنتريشن جريديان بتاعتها، للتركيز، من التركيز الاعلى للتركيز الاقل. بس خلينا اقول لك ان لو المولكيولز دي كانت حجمها كبير، يعني ايه حجمها كبير؟ يعني من 90 ل 50 نانومتر زي البروتينز. البروتينز اللي هي ايه؟ البروتينز مثلا اللي داخله عشان تعمل لك الايه، تمسك في الار ان ايه وتعمل لك رايبوزوم، زي مثلا الهيستون بروتين اللي هو بتاع مين؟ بتاع الدي ان ايه واللي بيتصنع في السيتوبلازم، زي اللامين بروتين اللي هو ايه اللامين بروتين اللي احنا خدناه كان مغطي الايه، ها الانر نيوكليار ميمبرين وبيدعمه. كل دول بيتكونوا في السيتوبلازم وبعدين يدخلوا من خلال النيوكليار بور على النيوكليوس. فاذا هذه البروتينات اللي حجمها كبير بتلازم لما تعدي تعدي اكتيفلي. يعني ايه اكتيفلي؟ يعني باستخدام طاقه، وبتعدي في اتجاه واحد فقط، اتجاه واحد فقط، من السيتوبلازم للنيوكليوس او من النيوكليوس فين للسيتوبلازم باستخدام طاقه. اتفقنا يا شباب؟ اتفقنا. ننتقل يا شباب لتاني جزء عندنا، ألا وهي النيوكليولس أو النوية، بنت النواة. ودي عبارة زي ما قلنا عن جسم بيبقى مدور ملوش غشاء محوطه، وبتبقى عدده في النواة واحدة أو اتنين تبعا لنشاط الخلية. يعني كل ما تكون الخلية نشاطها أكبر ممكن ألاقي فيها أكتر من نيوكليولس. ليه؟ لأن أنا بحتاج أكتر من نيوكليولس تكون لي عدد أكبر من ها الرايبوزومات بتاعتي لو الخلية نشطة جدا في تكوين البروتين. وزي ما قلنا ان النيوكليولس دي عباره عن المكان اللي بيتكون فيه الرايبوزوم الار ان اي او مكان تكوين الرايبوزوم. طيب يا ترى ازاي ربنا هيؤهل هذه النيوكليولس عشان تقدر تقوم بوظيفتها الا وهي تكوين الرايبوزوم؟ خلينا اقول لك ان النيوكليولس دي بتتكون من اجزاء. اول جزء عندي الجزء الفاتح ده اللي انا بقول عليه الفايبريلر سنتر او النيوكليولر اورجانيزنج سنتر. هو ليه اتسمى نيوكليولر اورجانيزنج سنتر؟ لان هو ده الجزء اللي بيحتوي على العده اللي انا هكون بيها الايه الرايبوزوم بتاعي. العده دي بتتمثل في ايه؟ بتتمثل اول حاجه من الجزء من الدي ان ايه. الجزء من الدي ان ايه ده بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على ثلاث حاجات. اول حاجه بيحتوي على الجينات اللي هي ايه، ها اللي هي عباره عن الجينز اللي هيتم نسخه لمين؟ للار ار ان اي بتاعي. بتحتوي على الار ان اي بوليمريز. ايه الار ان اي بوليمريز ده؟ عباره عن الانزيم اللي مسؤول عن نسخ هذا الجين لار ار ان اي. بيحتوي على حاجة اسمها ترانسكريبشن فاكتور. يعني ايه ترانسكريبشن فاكتور دي؟ ترانسكريبشن فاكتور دي معناها عوامل النسخ
اللي هي عبارة عن إيه؟ اللي هي بالظبط كده زي مفاتيح الكهرباء اللي عندك في البيت، اللي أنت لما تيجي على مفتاح الكهرباء تعمل له أوف يعني بتخلي الجهاز ده ما يشتغلش، ولما تعمل له أون تخليه إيه يشتغل. الترانسكريبشن فاكتورز دي بتبقى قاعدة على الجينز زي مفتاح الكهرباء، تتحكم في الجين هل الجين ده يتنسخ ولا ما يتنسخش، هل نعمل الجين ده اون ونأكتفه ونخليه نشط فيتنسخ، ولا نعمل له اوف ونقفله ونخليه غير نشط فما يتنسخش. فإذا انا دلوقتي ها هنسخ مين؟ الجين ده لار ان ايه. فإذا هيبقى عندي فيه الترانسكريبشن فاكتورز اللي هتعمل لي ايه في الجين ده؟ هتنشطه عشان يتنسخ. فإذا انا في الجزء ده بتاع النيوكليولر اورجانيزنج سنتر حضرت المعدات بتاعتي اللي انا محتاجها في تكوين الرايبوزوم. طب يجي السؤال، انا دلوقتي كاتبه ان الجزء ده من الدي ان ايه بيبقى غير نشط، ان اكتف. يعني ايه ان اكتف؟ يعني الجزء ده جه وفرد لكنه لسه ما اتنسخش. الجزء ده من الدي ان ايه جه واتفرد لكنه لسه ما اتنسخش، فعشان جه واتفرد خلالي السنتر ده اسميه فايبريلر. فايبريلر يعني تصغير ايه؟ فايبر، تصغير الياف، مش عارفه تبقى اسمها ايه، لليفه بقى ولا اسمها ايه. فعشان كده اتسمى فايبريلر، لان الجزء ده من الدي ان ايه فرد بس لسه ما اتنسخش، فعشان هو فرد خلى الجزء ده يظهر ايه؟ فاتح. فعشان كده بقول عليه انه بيظهر بالاريا. طيب بعد ما اتفرد وحيبتدي يتنسخ، ايه اللي هيحصل؟ هيظهر عندي تاني جزء في النيوكليولس اللي بقول عليه البارس فايبروزا. البارس فايبروزا يعني الجزء اللي هتظهر فيه فايبرز. هذا الجزء الغامق اهو اللي انا ماشي عليه بالارو ده اللي اسمه البارس فايبروزا. الجزء ده بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على الجينز اللي حصل لها بالفعل نسخ، الاكتيفلي ترانسكرايبد رايبوزومال جينز اللي حصل لها بالفعل نسخ وديتني الار ان ايه بتاعي. فالار ان ايه ده ها عامل زي الفايبر زي الالياف، فعشان كده ايه ها بيدي للجزء ده الاسم اللي هو بارس فايبروزا. بارس يعني بارت، جزء في فايبرز. الفايبرز هنا بتبقى كتيره لازقه ببعض، فعشان كده بيظهر الجزء ده ايه غامق. طيب ايه اللي بيحصل بعد كده؟ انا دلوقتي بقى في عندي ال ار ار ان ايه بتاعي، ناقص لي ايه ها؟ ناقص لي ان انا هذا ال ار ار ان ايه يتحد مع بروتين يجيله من السيتوبلازم ويدخل على النواه بتاعتي. فمجرد ما هذا البروتين جه ومسك في ال ار ان ايه اللي اتكون ها يظهر لي الجزء الثالث عندي اللي بقول عليه البارس جرانيروزا. بارس يعني بارت، وجرانيولوزا يعني ايه؟ جرانيول يعني حبيبي. يعني الجزء ده بيمثل ايه؟ بيمثل الريبوزومال سابيونت اللي اتكونت، بيمثل اتحاد الار ان ايه بتاعي ها بالبروتين وتكون الريبوزومال سابيونت بتاعتي. واحنا خدنا الريبوزومال سابيونت عباره عن ايه؟ عباره عن ار ار ان ايه ماسك فيه بروتين. فالرايبوزومال سابيونت دي شكلها ايه زي ما شفناها؟ زي الحبيبات، فعشان كده الجزء ده اتسمى ايه؟ جرانيولوزا. واخد لي بالك من حاجه؟ ان التلات اجزاء دي ما هي الا عباره عن مراحل ها متطوره من مراحل تكوين الرايبوزوم. اول جزء عندي اللي هو الفايبريلر سنتر او نيوكليولر اورجانيزنج سنتر انا حضرت فيه العده بتاعتي. بعد ما حضرت العده ها عملت ايه؟ نسخت الجين بتاعي فتكون لي الار ار ان ايه وظهر لي البارس فايبروزا. بعد كده ار ار ان ايه ده جت تحت مع البروتين ها وكون لي الريبوزومال سب يونت فظهر لي البارس جرانيولوزا. فاذا هذه التلات اجزاء عباره عن تلات ايه ها مراحل لتكوين الريبوزوم، ليست مراحل منفصله وانما مراحل ايه ها سيكونس ترتيب لتكوين الريبوزوم. خلينا اقول لك ان كل الاجزاء دي بتبقى قاعده على نيوكليولر ماتريكس. ايه نيوكليولر ماتريكس ده؟ احنا اتفقنا ان ماتريكس معناها مصفوفه بتتصف عليها الحاجه.
زي ما انا عندي في السيتوبلازم او السيتوبلازم ده مصفوفه بتصف عليها الاورجانيلز، زي ما انا عندي في النيوكليوس نيوكليار ماتريكس بتصف عليها الدي ان ايه اللي عندي والنيوكليولس، كمان النيوكليولس هي كمان ليها مصفوفه بتتصف عليها الادوات اللي فيها الدي ان ايه والار ار ان ايه ها والانزيمز والحاجات اللي احنا شرحناها. اتفقنا يا شباب؟ وضحت كده؟ نبقى خلصنا. Thank you. نلتقي على خير إن شاء الله.